بيناتنا العمل السياسي، العمل البلدي، العمل الاجتماعي، لأنه السياسي ما فينا نفصله عن الاجتماع. منه حكر أكيد على الرجال، ولكن النساء عم يكونوا كتير بارعين بهالمجال. هلا بيقدروا يوصلوا للمراكز أو ما بيقدروا؟ بتصور في كتير عوائق، في كتير مراحل لازم نقطع فيها، في كتير تدريبات عم تصير للرجال وللنساء على نفس المستوى، ولكن لما منوصل للتحقيق ومنوصل للانتخابات في كتير عوائق رح نحكي عنها اليوم بحلقتنا مع السيدة لينا أعلم الدين، مديرة مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية وخبيرة استراتيجية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. معنا كمان سيدة فريال أبو حمدان، عضو ببلدية غريفة. يعني ترشحتي على الانتخابات ونجحتي، لنشوف كمان خبرتك بهالمجال. معنا سيدة سناء شوقي حرب، أهلا وسهلا فيك، كمان من بلدة غريفة. ترشحتي على الانتخابات ما توفقتي، ولكن خضتي هالتجربة رغم كل الصعوبات والعقبات يلي عارفة انها موجودة على الطريق. اهلا وسهلا فيكم. رح ارجع لعندك مدام لينا لنشوف هالمركز يلي هو مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية، كيف بدا وليش، وانت كخبيرة استراتيجية بلبنان وبخارج لبنان، يعني خبرتك كبيرة مع الرجال والنساء. لما نحكي سياسة واستراتيجية ما بنحكي اكيد نساء او رجال، بنحكي عن الجميع، ولكن بلبنان بتصور الخبرة مختلفة. صحيح. مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية هو مركز مستقل وغير حكومي، وهذا والمكتب والمركز بيقدم خدمات استشارية على صعيد التخطيط الاستراتيجي وعلى صعيد الحملات الانتخابية وحملات المطلبية، نحن نسميها حملات المدافعة حتى ما يضيع فيها مفهوم الحق، يعني هو لان مش مطلب هيك بس، مش مجرد مطلب ابدا. وانطلاقا من هون لما بقول خدمات استشاريه، يعني بهالمجال هذا ممكن نقدم تدريبات، مثل ما ممكن نعمل تقييم للقصص او تخطيط تخطيط للحملات، الا انه كمان بنفس الوقت المكتب عنده مشاريعه الخاصه. يعني عندنا نحن مشاريع بنستهدف فيها فئات معينة وبنشوف شو حاجاتها وبنبني مشاريع لترد على هذه الحاجات. وبنفس الوقت كمان المكتب هو مكتب تنفيذي، يعني ممكن كتير منظمات دولية عندها مشاريع في لبنان أو خارج لبنان تتصل فينا منشان ننفذ لها المشروع from A to Z، يعني من أوله لآخره. يعني هذا بدك خبيرة استراتيجية بلبنان وبالعالم. صحيح. العربي. وكنت مدربة، وهلا رح نحكي مع مدام فريال لأنه كمان كنت مدربة لما كنت هي طالبة هالتدريب. صحيح. ليش ما نزلت على الانتخابات ولا مرة؟ سؤال حلو، أسأل دايما حول هالسؤال هيدا، بس حقيقة أنا عايشة ببلد بعد مفهوم الانتخابات بالشكل اللي نحن بنطمح له بعد ما شفناه، يعني صعب علي كتير أنا أحس أولا أنه إذا بدي أترشح بدي أحصل على رضا ناس لحتى بين، يعني بهالمعنى، بالوقت اللي ممكن أتقدم ببرنامج مدروس، و يعني اقلها وكوني مخططه استراتيجيه يكون عامله خطه استراتيجيه للمنطقه، يعني مش كمراه. لا لا لا, لا أصلاً انا اول شيء كعمل سياسي، كعمل سياسي اول شيء ترشح على الانتخابات. صراحه انا ما بحس انه عندي حاجز كوني امراه، لانه ديجا يعني انا عم بشتغل مع كل الاحزاب السياسيه، وانا امراه بين مجموعه من الرجال، يعني وانا اللي عم بحط الخطط الاستراتيجيه وانا اللي بناقشهم، وانا ما بحس عندي عائق بقصه كوني امراه، أكثر كون موقف سياسي، نظام انتخابي معطيني حقي. يعني رح انتقل شوي عند مدام فريال. حضرتك عضو ببلدية غريفة، لو وصلتي لهالمطرح اشتغلتي، يعني ما اتكلتي بس على الأصوات الانتخابية، كان عندك تدريب وأصريتي أنه يكون عندك يعني توجه يكون فيه مراحل عم تتبعيها لتوصلي للي بدك. ليش التدريب وشو استفدتي منه؟ أول شيء أنا هاي تاني مرة بخوض تجربة البلدية، وأنا هلأ عضو البلدية لتاني مرة. أول مرة حقيقة اتصلوا فيي بعض المنظمات دولية مشان التدريبات، وهيدا اللي كتير 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 ساعدني لنمي تفكيري وخلي الرؤية اللي عندي إياها أوريدي متواجدة للمشروع اللي كنت أنا بدي أعمله بضيعتي، أقدر نفذه بطريقة ديناميكية أو في إلها إدارة معينة ومع مين المساعدات، لأنه نحن بنعرف إنه ما بنقدر تنفذي أي شيء بقرية حب بالنسبة للموازنة، لأنه الميزانية تبعي
بتاعتها ما بتكفي للموظفين، فمن وين بدها تيجي الجرانتس او المنح من شان هيدا؟ فحسب هيك دائما برجع للدورات التدريبيه اللي كانت منهم مدام لينا، فكتير كتير كتير بيستفيد الواحد لينمو قدراته واتجاهاته بالنسبه للعمل الاجتماعي او التنموي يعني بمشروعه بالبلدية. شو هني مدام سناء، شو هو التدريب يلي حصلتوا عليه؟ نعم. في منهج معين في او في اشياء معينه انتم بتحسوا انه بحاجه لانكم تنموها اكثر من غيرها؟ لا، انا ما خضعت لاي تدريب. يمكن هيدا واحد من عوامل يلي اثروا بعنا بنجاحي. بس شو فائده التدريب؟ اكيد. شو فائدة التدريب؟ يعني عندك مثل واحد بيعرف انه صوته حلو، حلو صوتي وبدي غني، بس هذا ما بيكون كافي ليوصله لحتى يغني ويصير مطرب ويصير مشهور. بيعرف انه بده يروح يدرس، يعمل فوكاليز، يروح على الكونسرفاتوار، يسمع، يحسن شو بيقولوا دينته الموسيقية ودينته الموسيقية. هو المفروض يعني مش ما عم نحكي عن الوضع الحالي، لما بيتدرب من خلال التدريب يعرف أبجدية العمل، لنقول العام، ما بدي اقول السياسي. يعني هيدي البروجرامات تنفع انه انا اذا بدي ارشح نفسي بدي افهم من اين ولاين، لوين واصله، ليه عم بترشح، كيف في شو قصدت بالابجديه، شو التكنيكس، شو الخطوات يلي يعني لازم انا اتبعها لحتى اوصل. يعني في كتير ناس تعرف انه عندها القدره انها تكون بالمجلس البلدي مثلا وبتحب تترشح وبتفشل، وانا وحده منهم. بس انا بعتبر فشلي ما كان فشل، يعني فشلت على الأرض مزبوط، بس بيني وبين نفسي اعتبرته تجربة كتير كتير ناجحة. الأصوات يلي حققتها ما كانت الأصوات يلي عم بحلم فيها. يعني أنا خدت الانتخابات وعارفة إنه احتمال كتير كبير ما أنجح، بس هذا الشيء ما خلاني أوقف لورا. عرفت إنه إذا بدي شغل رح أرجع استعين بالبروجرام مثلا عم تقدمته مدام لينا بالانتخابات الجاي. بس كان كتير منيح بالانتخابات الأولى عرف الناس عن حالي، يعني أنا كنت عايشة برا ما كنت موجودة هون، فوصلت وقلت بدي اترشح. وبعرف انه لا بليبار دي جون ما بيعرفوني، يعني بيعرفوني انه سامعين عني، بيشوفوني من بعيد لبعيد. بس عملت انا شغلي الخاص، يعني ماي اون كامبين، انه رحت دقيت البواب، تعرفت على ناس، عرفتهم على نفسي، عملنا مشروع لانه كنت نازله بلائحه مدام بس اللائحه انا وياها. مشروعنا كان متكامل بس لائحتنا كانت ناقصه. يعني احنا بالاول كنا عم نشتغل على لائحه توافقيه بيننا وبين الفريق الاخر، كلهم اهلنا واخواتنا طبعا، ما زبطت معنا. وبعدين صار ضيق الوقت، اكتملت لائحة هونيك، لائحتنا ما كانت كاملة. هلأ طبيعي في ربح وخسارة، عم نحكي عن انتخابات، مش ممكن كل يربحوا أكيد. بس هل الطريق هي طريق سليمة؟ هيدا هي هيدا هو الفرق. الا انه بالنسبه للبرنامج التدريب، البرنامج التدريبي بالعام بيقدم يعني بيقدم التقنيه كيف يرد على سؤال كيف. انا قررت بدي اترشح، طب اوكي فاين، كيف بدي اترشح، منين بلش؟ يعني هذا يعني التدريب يوفر هذه المهارات هيدي. المركز مركز شراكه للتنميه والديمقراطيه يعنى بالسيده مش بالرجل، ليش؟ بما انه مع انه حضرتك خبيره استراتيجيه وعملك مع الرجال كنا عم نقول اكثر من النساء. ليش يعنى هلا حاليا؟ نعم حاليا لانه المشروع بالذات بتعرفي كوننا عم نشتغل على الارض ومع العالم ومع الناس نتحسس اكثر شو هي الحاجات. المراه اللبنانيه حق مغبون، يعني انا شفت كثير بعيني، شفت قديش عم تشتغل بضيعه وبمناطقها، بس ما حدا بحس بتعبها. هذا ما قلنا انه بتشتغل بعد يمكن اكثر من الرجل بكونها بدها تثبت ذاتها. مشان هيك هذا المشروع كاتيا اجى ليعطي الفرصه تماما. نحن بهذا المشروع اللي حنطلق اليوم اول نهار اطلاقه يستهدف المراه التي ترشحت للانتخابات واللي ما توفقت، أو اللي ترشحت وآخر دقيقة إجا التليفون، في كتير إجاهم تليفون اسمحوا لنا قعدوا بالبيت، يعني حتى نعطيها فرصة على مدى السنة أول شيء تزود بمهارات كيف تقيم أداء البلدية. أنا كيف بتقول هاي البلدية ما عم تشتغل مزبوط أو عم تشتغل كتير منيح. وتاني شيء بيعطيها على فترة 7 أشهر أنه تنفذ مشاريع بمنطقتها. وهيدي المشاريع شو حتعمل؟ أول شيء حتحطها بتواصل مباشر مع أهل منطقتها. تاني شيء حيعطيها فرصة أنه
إذا بدك سجل تاريخها، يعني هي عم تعمل هيستوري تبعتها للانتخابات الجديدة، ما بقى في حدا يقول شو عملتي لمنطقتك. وثالث شيء يستهدف الأنشطة، منا أنشطة تاع نعمل فولكلور، لا الأنشطة مصوبة، يعني فيها كثير هدف، وفيها يعني بدنا نجرب قد ما فينا نفوت المنظور الجندري بالبلدية. يعني ضروري يحس رئيس البلدية أنه المرأة موجودة، المجتمع فيه نساء وفيه رجال، وضروري تدخل المرأة إلى البلدية، بمعنى في محلات كثير تستغرب يمكن أنه المرأة أنه مثل غلط تروح على البلدية، شو أخذها لهونيك؟ سو الأكثرية المشاريع بدها تتنفس بقلبها للبلدية. أنا بدي أحكي شغلة بس تعقيبا على كلامها لست لينا، أنا تحمست كتير بما أنه المشروع هو أساسا ما لا يشملني، بس أنا كتير حبيت أنه أنا وتحمست له للمشروع، لأنه الإحباط اللي بده يصير مع ستات اللي متى ما فازوا ما حالفهم الحظ هالمرة، أنه يقعدوا ببيوتهم وبيتراجعوا ويعملوا. وهيدا أنا اللي هلأ بشعر فيه، أول مرة أنا كنت بأول دورة بالانتخابات بالبلدية وما قدرت نفذ كتير من الأشياء، لأنه تعرفي قانون البلديات بما أنه بعدنا على القديم ما يعني ما بيقدر تنفذ فيه، لأنه القرار الأول والأخير لرئيس البلدية الأعضاء ولا شيء. كنا متأملين، يعني أنا كنت متأملة هالمرة لما ترشحت مرة تانية على قانون الانتخابات الحديث اللي كان بده يطلع، اللي نحنا من قلة حظنا ما تنفذ، وكمان مشان الكوتا يعني كمان كان كتير منيحة، اللي هو أنا اتصلت بعدة نساء من الضيعة، منهم سناء ومنهم كمان في ستات تانين، مشان نحنا نبين أو نقدر ننمي رغبة المرأة في الإصلاح وفي الإنماء اللي بتقدر تعمل فيه، كونها هي اللي بتحس أكتر شيء واللي مش عم يطلع لها تشانس تعمله. مدام سناء، شو بتعتقدي أنت المشكلة اللي خليتك ما توصلي للي بدك؟ أنا برجع وبقول بالنسبة لي أنا كحالي خاصة بعتبر أني نجحت بهذه التجربة، بس المشاكل فعلاً في عقبات بتحس انوضعت عم تنوضع قدام الانتخابات، تحمل كتير مفاجآت مثل ما قالت مدام آخر لحظة، تحمل كتير مفاجآت. أولاً مصداقية العالم، يعني بتعرف أنت أن هودي العالم فعلاً بحبوك وفعلاً they believe أنك أنت جديرة وعندك الكفاءة لتديري هذا المنصب، هذا كله صحيح حقيقي، بس بلحظة ما بدون يعطوك الصوت بغيروا رأيهم. إذا كان رجل في كتير احتمالات، ممكن أنت نجاحك في تهديد لذكورته هو، يعني هو بيشوفك أنت بيرفكت، أنت بتجنني خارج هذا الشغل، بس لما بتجي اللحظة الحاسمة وبيكون قايل لك مش بس صوتي، صوتي وصوت جيراني وجيران جيراني لا لك، بيوصل قدام هونيك بتنحط ذكورته على المحك، هل أنا فعلا مقتنع أنه ست سيدي؟ هو اعتراضه مش على شخصي، على جنسي نوعي، بس كمان مدام سناء اللي واجهتيه كمان الستات، ما أنا انه النساء مش بس الرجال، عم نحكي من ناحية الرجل. وبنفس الوقت كمان حتى ما نظلم الرجل، عندك كمان on the other side رجال بالعكس بيدفعوك وبيؤمنوا فيك open minded وبيعرفوا قد ايه انت شاغل ودارسة وتعبانة. يعني مثلا هون بدي عقب بس كمان على مسألة الثقافة، انه عم نحكي عن قانون البلديات، انه بتجي عالم تترشح مع احترامنا للكل، يمكن مع سيرتيفيكا او ما معها، يعني كتير مهم يلي بده يقعد على كرسي بلدي. طب اذا بده يطلع يعمل يحدث تغيير اي تغيير بقارته، بده يعرف يكتب كتاب ووجهه يعني لسفارة، يعني المينيموم، يعني ايه المينيموم، او اذا اجى كتاب يعرف يقرأ ويرد عليه، انه او اذا كانت الـ الـ المجلس كله يلي ينتخب يكون عندهم لغة حوار وحدة قادرين يتفاهموا مع بعض. لأنه هون كتير بركز انه بالانتخابات الجاي يصير في تعديل على الأقل لمسألة تكون معه ثانوية عامة المرشح مش أكتر، اللي هو القانون الجديد. فالأحساس العصبية القبلية أنا بدي أقولها العائلات، يعني في كتير ناس إجت صوتت مثلا صوتت لقلي لأني أنا من بيت حرب، يمكن ما بيعرفوني ولا سامعين عني، وبالمثل صوتوا لفريال لأنه أبو حمدان، يعني هيدي العصبية فعلا عم بتأثر كتير على الانتخابات البلدية. هل مشاكل، يعني إذا عم نحكي عن مجتمع ذكوري أو عن عصبية قبلية مثل ما سمتها مدام سناء، هيدي كلها بالتدريب فينا نلاقي لها حلول؟
لا التدريب التدريب اكثر مشان يزودها بمهارات تحط رؤيه. لكن هون ما في وين الحلول؟ مشان هيك هذا اللي بيميز المشروع الجديد، هذا تمييز المشروع الجديد. مشروعنا يعني نحن عاطين جلستين ثلاثه بس تدريب، هو مشروع مدته سنه، لانه كليته الباقي مواجهه مع العقليه. يعني نحن في حساب في نوع من كونفرونتاسيون، انه تغيير البنى الذهنيه منا شغله بالسهل. فمن خلال الانشطه ومن خلال يعني اكيد حيكون في كثير عمليه تفاوض، حينشغل كثير تفاوض ببعض المناطق، صعبه كثير كاتيا انك عن جد تقنعي، لانه كله مثل ما قالت ست فريال انه كل الشغلات متمحوره حول شخص واحد رئيس البلديه، السلطه في يده. فلا ما حيكون التدريب ما بيقدم هذا، انما المشروع حيقدم من خلال العمل ومواجهه مع الناس، هذا اللي بيميزنا مشروعنا. غير انه في ثقافه كامله متكامله، كنت عم تحكي مدام فريال، مدام سناء ما وصلت بلكي كمان لانه في رجال باخر دقيقه ما صوتوا لها، بس كمان في نساء اكيد ما صوتوا لها، لانه كمان في نوعيه تفكير خلص موجوده بالمجتمع، وخاصه الام يلي رح تنقل هالتفكير لاولادها، للشاب وللصبيه. بس بيهمني كثير انه وضحي انه قصه المراه وعدم تصويتها للمرأة، هيدا مش بس عنا بلبنان، يكون كتير واضح هذا الشيء، ومش بس بالعالم العربي، كمان بتلاقوا بالعالم الغربي. لأنه مرأة أو لأنه بلكي ما بتؤمن بقدراتها؟ لأنه لا، في عامل غيري، خلينا نكون واضحين كمان، في عامل غيري، وفي قصة إنه لما بنقول نحن أنت عم بتصوتي لمين عم بتصوتي؟ عم بتصوتي لقائد، في صورة قائد، صورة القائد دائما صورة ماتشو. يعني كيف ما بتقدر تشوفي بسهولة مرأة قائدة؟ يعني مشان هيك انطلاقا من هون انت بدك تصوتي، بدك تعطي لحدا ماتشو. بعدين كمان بتلعب فيها القصه اللي قريتها لسناء، انه القبليه انه دائما المراه هي تابعه لزوجها او لبيها او يعني العائله، اللي شو قالوا مين بدهم اي شخص كلهم بيركضوا فيه، مش انه هي استقلاليه يعني بتفكيرها او باختيارها. على سعيد الاسره الصغيره، بيك امك اخواتك اكيد بيكونوا حاضنينك وداعمينك. على صعيد الأسرة الكبيرة، أنا مثلا حرب أو هي أبو حمدان، يمكن ما إجينا تصويت، يعني مزبوط فريال نجحت، بس أنه دفنت اللي كانت هي مش بوجهها، بس أحق واحد كان لازم ياخد أصوات كيس على كتير اعتبارات ما بدنا نقولها هلأ. بس العائلة بيكون عندها نظرة أنه أوكي أنت معلمة مثقفة بتخدمي شغالة insisting، بتحب تعملي تغيير، كله هيدا بنؤمن فيه، بس يمكن ابننا احسن منك او ابن عم، بس لانه هو رجل وانت امراه. بس مش لا تكوني يعني هدول اسباب اكيد جوهريه، يعني الا انه في عندنا كثير اسباب اخرى، يعني كمان القانون قوانين، يعني كمان هيدي ما نخفلها، حتى ما نضلنا كمان نحن كونا نساء بس عم نحكي لانه ما تركوا لنا مجال. في كمان اسباب القوانين وفي اسباب نحن، يعني قديش في ستات كمان عم تشتغل على حالها، قديش في ستات عم تتحضر للانتخابات، يعني بيركضوا يمكن بيعملوا الصوره للترشح قبل ما يقولوا شو بدنا نحط برنامج، يعني باخر لحظه كمان هيدي الرجال مش كل الرجال، لانه هو ذكر معناتها بيقدر يكون، فبيمنه هيك يعني نفس الشيء مختلف، هيدا نوع من المواصفات للاثنين امرار بتكون، بيبقى في مسؤوليه كبيره على المراه ببناء هالثقافه، بناء الثقافه المجتمعيه اللي بدها توصل. بس مش هيك نحن يعني انا كوني بشتغل كمان مع الجمعيات النسائية اللبنانية، صفى في توافق على انه نحن يعني نطالب بالكوتا، علما انه كليتنا مش مقتنعين بالمضمون الكوتا. يعني ساعة الدستور عم بيعطيكي حقوقك السياسية، بيجي المجتمع بيحطك مواطنة من الدرجة الثانية، يعني هذه شغلة يعني فيها احساس بالدنية، يعني باتجاه الاخر. الا نحن معتبرينها نحن هلا عم نطالب فيها وبتمسك كمان كتدبير مؤقت، لحتى يعني تكون هي أداة تمثيلية بتخلينا نغير شوي، نخرط هالمنظومة الثقافية على مرة مرتين، بعدين أكيد ما بنقبل فيها بعدين. يعني نرجع للمجتمع وكيف يفكر. مدام فريال حضرتك متزوجة؟ نعم. وعندك أولاد؟ نعم ثلاثة لله. هل ما في إمكانية الفصل بين هالهرمية الموجودة بالعائلة واللي ضرورية لقيام العائلة، واللي بيضل الأب طبعا رب العائلة، وبين العمل السياسي والاجتماعي يلي ما له أي علاقة بالعائلة ومش مفروض أنه يؤثر عليها؟
أيوة. هلأ شوفي بكل النواحي هيدا كله بيرجع لشغلة واحدة اللي هي الكاركتر تبع المرأة اللي بتخوض هالتجربة، واللي هي شوفي عندها الشغف لأعطاء المجتمع اللي حواليها من تغييرات أو تنمية، خلينا نقول تنمية زراعية اجتماعية مدنية، يعني كل الأنواع التغييرات أو نوع الأدوكيشن اللي هي بتقدر تعطيهم إياها للموجودين، حتى بحقوق الإنسان بحقوق المرأة. يعني نحن كمان كله بيربط بعضه، عرفت كيف؟ أي لأنه حتى نحن بلبنان نحن قريتنا زي أي قرية تانية نموذجية فيها نقص من كل شيء، حتى من المي، يعني إنه طبعا أكيد الكهرباء all over لبنان، بس إنه في عندك طرقات، في عندك مشاريع كتير بتنعمل، يعني نحن عنا مي دائما وين ما كان، بس ما في سدود، ما في شيء. يعني اللي بدي أحكي لك إياه إنه لما نرجع عليها للعائلة، هلأ العائلة بجوز تآمن فيكي كشخص بتقدر تعطيه، وخاصة انه انا مهندسة وهيدا الدومين تبعي اللي انا بشتغل فيه، عرفتي كيف؟ بس مش معناتها انه في غيري بيفكروا انه ايه لازم تكون رئيسة. هيدا لا بس بيرجع. بالبيت هلا بالبيت إيه؟ بنتك مثلا إيه؟ بنتها وابنها إيه؟ وعيوا على exactly. على إيه؟ ما في فرق انه هي عضو ببلدية وانه هي مهندسة وانه هي بتركض ورا كل شيء، هيدا حيعمل التغيير طبعا. هيدا طبعا. اللي اهلا وسهلا فيكم، اكيد حديثنا بطول كثير بنرجع بنحكي فيه بمرة قادمة. شكرا لوجودكم معنا، شكرا مشاهدينا، وقفة ونرجع نتابع.